الآن سميت من أعلى المستويات أنها محاولة انقلابية في عقاب من غاب عن اجتماع مجلس التحرير، اتهم بهذه المحاولة. مؤشرات ما حدث سياسيا وأمنيا، خطورة ذلك على الدولة الوليدة. نعم، بالتأكيد هي محصلة تراكمات عديدة وأدت إلى هذا الوضع المتفجر الآن، وكان متوقع أن يحدث ذلك لأن الخلافات بين القيادة بين القيادتين رأسا القيادة استمرت فترة طويلة منذ يوليو الماضي، ووصلت ذروتها بإقالة نائب الرئيس، ثم بعد ذلك التراشقات التي حدثت بين الطرفين، ثم تداعيات ما حدث في مجلس التحرير أمس. لكن بصورة عامة واضح تماما أن هذه الخلافات لم يكن لتطوى إلا بنزاع ينهي الأمر لصالح أحد الطرفين، لأن التعايش في داخل القيادة الجنوبية لم يكن ممكنا في ظل الأوضاع التي كانت تشد كل طرف إلى اتجاه آخر. بمعنى أن العسكريين بقيادة الرئيس الفاكر وبعض الذين أتوا أصلا من خلفيات مدنية مثل دكتور رياك مشار يمثلون فريقين في اتجاهين مختلفين متناقضين لا يمكن أبدا التعايش مع بعضهما في ظل قيادة واحدة، كان لابد التعبير عنها بشكل من الأشكال، هو الشكل الذي اختاره. طيب أستاذ عثمان، لو حاولنا أن نفهم ما حدث الآن، وخاصة أن الدولة لا تزال تشكل مؤسساتها، لا تزال هذه الدولة وليدة، مؤشرات ما حدث يعني إلى أي مدى مرتبط ربما بالتوجهات السياسية لهذه الدولة وعلاقاتها الخارجية وما إلى ذلك، كيف نفهم الصراع الذي يدور الآن وعلاقته بالخارج؟ نعم، أولا يجب الإقرار بأن العملية التي حدثت هي ليست انقلابا بالمعنى، يعني أنا أعتقد أن الخطاب الرسمي لحكومة جنوب السودان اختار كلمة انقلاب لأسباب تتعلق بالخارج، لأن كلمة انقلاب تعني بصورة تلقائية رفض من جانب الاتحاد الافريقي من جانب المجتمع الدولي باعتبار ان السلفاكير هو رئيس منتخب لا يمكن السماح بانقلاب عليه، فهو خطاب للخارج. العمليه واضحه جدا انها هي عمليه عسكريه ناشئه من توتر عرقي موجود داخل الجيش الشعبي انزلق الى هذا الموقف، هناك خلافات سياسيه، لكن المفاجئ او الملاحظ لكن الرغبه هي تغيير الحكم، يعني اذا لم نسميه انقلاب طالما انه راس الدوله سماه انقلاب، معنى ذلك أن هذا التصارع هو تصارع حول السلطة. هو صراع حول السلطة، لكن ربما هنا في الخرطوم قد لا نستوعب ما حدث في جوبا بصورة دقيقة إذا لم نستوعب الطريقة التي تدار بها الدولة في جوبا. بغض النظر عن الاختلاف الشكلي بين السودان وجنوب السودان، لكن واضح تماما من يوميات الخلاف هناك أن مساحة الرأي والرأي الآخر حتى داخل الحكومة أوسع كثيرا مما نعتقد أو نظن نحن في الشمال. بمعنى آخر، نعم، أن الصراع كان محدودا داخل أروقة وأجهزة المؤسسات رغم التناقض الشديد ورغم اختلاف الرؤى ورغم وحدة المواجهة، نعم، لكن محتوى يعني في النهاية لم يكن ليتفجر بصورة كما يحدث عندنا هنا مثلا في الشمال. طيب، في أكثر من مناسبة، لكن كان هناك مساحة تسمح باحتواء هذا النزاع داخل المؤسسات. وأنا في تقديري حتى هذه اللحظة، رغم أن ما تزال حتى الآن المعلومات ليست كافية، أنا في تقديري أن الذي حدث هو انزلاق لوضع أو اشتباك عرقي يمثل العرقيات الموجودة داخل الجيش الشعبي، أكثر منه تمثيل للوضع السياسي باعتبار أن الطريقة التي تحرك بها بعض الجنود والأماكن المحدودة التي وصلوا إليها يدل على أن الأمر لم يكن مخططا بصورة كبيرة. لكن الصراع استمر منذ السادسة مساء وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، والبعض ربما يتكهن بخسائر كبيرة في الأرواح خاصة وسط العسكريين، لأن هذه المعارك دارت في مناطق عسكرية. لكن ما الذي لديك من معلومات أستاذ عثمان مرغني فيما يتعلق باعتقالات تمت لقيادات في المكتب التحرير، خاصة الذين لم يحضروا اجتماع الأمس، وما هو مصير رياك مشار حتى الآن؟ بعض المعلومات تقول أنه في السفارة الأمريكية، السفارة الأمريكية نفت ذلك. نعم، من المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الفاكير واضح تماما أن القيادات غالبيتها لم يتم القبض عليهم، واضح من الحديث الذي ذكره، وقال أن هناك مطاردة ومتابعة لهذه القيادات. هذا يفسر أن الدولة لسه ما زالت وليدة، الأجهزة الأمنية لديها ربما ليس لديها خبرة كبيرة في ملاحقة الأفراد، وربما لأن الملاذات الآمنة كثيرة، الجنوب الآن لا يزال يتشكل كدولة، هناك ملاذات آمنة كثيرة جدا تسمح للناس أو للقيادات الهاربة بالاختباء. لكن بالنسبة لمصير ريك مشار، العبارة التي ذكرها الرئيس الفاكير الآن أنه إذا دخل حرم السفارة الأمريكية فهو آمن،
هي عبارة لها مدلول آخر، مدلول سياسي خارجي، بأن السفارات وأن البعثات الدبلوماسية آمنة تماما من هذا الصراع، وأن الصراع لن يدخل إلى حرم هذه، بمعنى أنها الوضع والنظام محفوظ. نعم. محفوظ رغم الذي يحدث الآن. نعم. لكن هي أنا في تقديري هي مسألة الزمن، واضح تماما أنها أن جميع هذه القيادات بما فيها ريك مشار ستكون في قبض السلطة في النهاية. نعم. طيب أستاذ عثمان، لعل الجانب الأهم وما يلينا هنا في شمال السودان، إلى أي مدى طبعا في الفترة الماضية طرأ تحسن على علاقات السودان مع جنوب السودان، وتوجه الرئيس الفكير كان واضحا في ذلك، بمعنى هل نحاول أن نقرأ الآن أن المجموعات الرافضة لعلاقات طبيعية ربما هي أنها الآن تحركت لوقف هذا التيار فيما يتعلق بعلاقة السودان وجنوب السودان؟ لا أعتقد ذلك، يعني لا أعتقد أن هناك رابط مباشر بين العلاقة بين جنوب السودان ودولة السودان في هذا التوتر، لأن الدكتور رياك مشار هو نفسيا وتاريخيا أقرب إلى السودان من سلفا كير، يعني كثير من المحطات السابقة منذ التسعينات عندما انشق عن الحركة الشعبية وخاض ضدها حرب مريرة إلى عودته إلى الخرطوم في 1997 وتكوينه ما يسمى بالسلام من الداخل ومشاركته في الحكومة، كل ذلك يؤكد أنه كان هو الأقرب نفسيا ولأسباب كثيرة هو الأقرب للسودان. لكن الذي حدث أن سلفا كير قرأ الخارطة بصورة مرنة دقيقة واستطاع أن يتحرك في الوقت المناسب في الاتجاه المناسب، بمعنى أنه طوى صفحة الخلافات مع السودان وحاول أن يجعل من السودان حليف له اكثر من ان يدع الفرصه متاحه للاخر. يعني ذلك لن نتاثر ان شاء الله في ما تم من اتفاقيه التعاون. لا اعتقد انا حتى مهما حدث فالعلاقه بين السودان وجنوب السودان لن تتاثر بالاحداث الجاريه. اشكرك استاذ عصام مرغني على الحضور والمشاركه معنا هذا المساء، شكرا لك.